متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية. طبعا هطلت اليوم المزيد من الأمطار بحمد الله فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية التي اتسمت بأنها طبعا أمطار رعدية. هذا أظهرت أيضا صور الأقمار الصناعية التي أشارت إلى وجود تشكيلات من السحب الرعدية القوية فوق مرتفعات أبها وامتدت إلى بعض مرتفعات الباحة بالإضافة لمرتفعات عسير وتلك الحدودية مع اليمن. سحب على ارتفاعات مختلفة كانت أيضا تظهر في مناطق قرب الرياض بشكل عام، وبشكل عام أجواء كانت في مختلف مناطق المملكة مستقرة خلال ساعات نهار هذا اليوم. بالنسبة لتوقعات الأمطار خلال 24 ساعة القادمة، هذه كانت توقعات الأمطار اليوم كما نلاحظ أيضا من مرتفعات الطائف مرورا بالباحة ومرتفعات أبها ومرتفعات عسير ومرتفعات جازان. هطلت بحمد الله هذه الأمطار الرعدية خلال ساعات هذه الليلة. طبعا تضعف فرص هطول الأمطار كونها حالات عدم استقرار يومية تنشأ في ساعات النهار. غدا يتوقع أن تتحرك فرص هطول الأمطار أكثر جنوبا لتؤثر على مرتفعات أبها أيضا مرتفعات الباحة، لكن تضعف كثيرا فرصة هطول الأمطار في مرتفعات الطائف، وتبقى فرصة مهيئة لمرتفعات جازان وعسير لأن تهطل عليها بعض الزخات الرعدية من الأمطار بوجه عام. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في العاصمة الرياض، الأجواء تكون دافئة جدا في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة هي 31 درجة مئوية، والأجواء ستكون يعني بشكل عام أعلى من أو يعني دافئة جدا في ساعات هذه الليلة. بالنسبة للأحوال الجوية المتوقعة غدا في مناطق ومحافظات المملكة مع درجات الحرارة، نبدأها شمالا من منطقة سكاكا تكون من 40 إلى 25، ترتفع إلى 42 درجة مئوية غدا في عرار والصغرى 25 مع أجواء حارة، 38 إلى 24 في تبوك. المناطق الغربية في المدينة المنورة 42 إلى 29 تبقى الأجواء حارة جدا في جدة من 42 إلى 29، في مكة المكرمة من 44 إلى 32، في حين تضعف فرص هطول الأمطار في الطائف مع عظمى حوالي 35 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية للمملكة فرص لبعض الأمطار الرعدية في كل من مرتفعات الباحة وأبها، درجة حرارة 32 إلى 25 في الباحة و 33 إلى 21 في أبها، تكون في جازان 35 نهارا و 32 درجة مئوية في ساعات الليل. أجواء شديدة الحرارة في الإحساء من 46 إلى 29 درجة مئوية، في الدمام من 45 إلى 29، كذلك ما هو في حفر الباطن مع أجواء حارة بشكل عام. الرياض غدا تقترب من حاجز ال 45 درجة مئوية، تسجل حوالي 44 في ساعات النهار، 31 في ساعات الليل مع أجواء ما بين حارة إلى شديدة الحرارة. في القصيم من 43 إلى 27، كذلك ترتفع في حائل تسجل من 40 إلى 25 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة تكون على النحو التالي: غدا 44 31، تسجل حوالي 45 يوم الخميس، العظمى الصغرى 30 مع أجواء شديدة الحرارة، وتكون 42 إلى 29 يوم الجمعة. هناك انخفاض لكنه طبعا غير مؤثر على درجات الحرارة والأجواء تبقى حارة بشكل عام. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.